إلا في التشهد الأخير فإنه كان يتورك صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في التورك في التشهد الأخير، فذهب الإمام الشافعي إلى أن التورك، والتورك هو أن أيضا ينصب رجله اليمنى لكن لا يجلس على اليسرى، وإنما يدخلها تحت رجله اليمنى ويجلس على مقعدته تباشر الأرض المقعدة، بينما في الافتراش المقعدة لا تباشر الأرض، تجلس على اليسرى، لكن في التورك لا تباشر الأرض المقعدة. اختلف أهل العلم في هذه الجلسة وهي التورك في أي تشهد يكون. المشهور عند الجمهور أن هذا التورك يكون في الثالثة المغرب أو في الرابعة اللي هي الظهر والعصر والعشاء، يعني في التشهد الأخير، التشهد الأخير في الظهر والعصر والعشاء، وفي التشهد الأخير في المغرب، هكذا يكون التورك. الإمام الشافعي ذهب إلى أن التورك يكون لكل تشهد بعده سلام، كل تشهد بعده سلام تتورك، يقول الشافعي رحمه الله تعالى. يعني لو صليت السنة مثلا ركعتين تتورك، الوتر ركعة واحدة تتورك، طال أنك بتسلم تتورك. يقول كل تشهد بعده سلام فالسنة فيه التورك. وذهب الأكثر إلى أن التورك لا يكون إلا في الثالثة أو الرابعة. أما في إذا كانت الصلاة ركعتين أو ركعة واحدة يقول ليس فيه تورك، وإنما هو افتراش، وإنما هو افتراش، والأمر واسع. وكلهم متفقون على أن من تورك في هذه أو افترش في هذه الأمر جائز، يعني كله المهم يجلس، المهم أنه إيش يجلس أثناء التشهد، أن من أركان التشهد الأخير أنه لفظ التشهد والجلوس للتشهد. أما إذا قرأ التشهد وهو قائم أو وهو محتبي أو يعني قصدي جالس على قدميه ورافع رجليه كالذي يجلس لقضاء الحاجة أو كذا، فهذا لا يصلح أبدا، لابد أن يجلس على الأرض للتشهد. نعم.